السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي مدارس الرقي الأهلية. درس جديد من دروس مادة العلوم، درس اليوم المخاليط. درس اليوم المخاليط، تعالوا نشوف أهداف الدرس. أول شيء لازم نعرف وش معناه المخلوط، ثانيا تصنيف المخاليط، ثالثا طرق فصل المخاليط. طيب في البداية وش معناه مخلوط؟ المخلوط هو مادتان أو أكثر تختلطان معا، يعني مادتين أو تكون ثلاث أربع أكثر من اثنين مختلطين مع بعض، بس بشرط أن تحافظ كل مادة في المخلوط على نوعها. تعال نشوف بعد كده أنواع المخاليط. المخاليط نوعين، إما متجانس أو غير متجانس. معنى المخلوط متجانس يعني ممتزج تماما، في هذه الحالة يسمى محلول. يبقى المخلوط المتجانس يسمى محلول. طيب وش معناه في المحلول؟ هو مخلوط مكون من مادتين او اكثر ممتزجتين معا امتزاجا تاما. يبقى شرط عشان اسميه محلول ان يكون الامتزاج امتزاج تام، اما اذا كان امتزاج نسبي فهذه الحاله يسمى مخلوط. ثانيا انواع المخاليط او ازاي اكون المخلوط، ممكن يكون مواد سائله مع سائله زي الصوره اللي قدامنا، ممكن عصير مع ليمون، او ممكن مواد صلبه مع سائله زي الحليب والطعام. طيب في نوع ثالث كمان ممكن اكون مخلوط، اللي هو مواد صلبه مع مواد صلبه اصهرها مع بعضها، وهذه الحاله تسمى السبائك. يبقى السبائك تنتج عند خلط نوعين او اكثر من العناصر احدهما على الاقل فلز. يبقى اذا يعتبر السبائك من انواع المحاليل الصلبه اللي هي مخلوط متجانس. في الاخير نروح كيف يمكن فصل المخاليط. عندي طرق كثير لفصل المخاليط، بس لازم اميز ما بين طرق فصل المخلوط المتجانس اللي هو المحلول لطريقتين، وفي طرق لفصل المخاليط الغير متجانسه عندي اربع طرق وفي اكثر. تعال نشوف ازاي في الاول اعمل محلول. ممكن لو سكر مع الماء لو امتزج امتزاجا تاما خلاص مع الوقت هيذوب السكر تماما، او الملح مع الماء في هذه الحاله يسمى محلول وليس مخلوط. طيب لو عندي ماده ثانيه دبابيس الورق مع الرمل، في هذه الحالة ده يسمى مخلوط وليس محلول. ممكن كمان ملون الطعام نضيف عشان يبقى مادتين أو أكثر مع الماء، في هذه الحالة برضه يسمى محلول وهذا أكثر من مادتين. طيب كيف يمكن فصل المخلوط؟ المخلوط عندي طريقة الترسيب والترشيح واليد والمغناطيسية. الترسيب معنى كده إنك أنت تسيب المخلوط بعد ما تضيف عليه الماء مع الوقت هو خلاص صار مخلوط، لكن مع الوقت يترسب حبات الرمل في القاع ويتبقى عند الماء، يبقى هذا طريقة الترسيب. مع الوقت يظل الرمل في قاع الإناء، دي طريقة الترسيب. في عندي طريقة أخرى اسمها طريقة الترشيح، والترشيح يتم من خلال فصل مواد صلبة مع مادة سائلة زي الصورة هذه، دي صورة مصفاة. يصفى السائل أو الماء من عن حبات المكرونة، إذا هذه طريقة الترشيح، يتم فصل المواد الصلبة عن المواد السائلة. طريقة اليد. اليد يعني لو أشياء صلبة كبيرة مع بعضها ممكن إنك أنت بيدك تقدر تفصل الحبات عن بعضها. خلاص دي طريقة اليد. طريقة المغناطيسية، لو عندي اشياء من الحديد ومعاك مغناطيس تقدر تسحب الاشياء الحديد المصنوعه من الحديد او الفولاذ بالمغناطيس، كده انت فصلت حبات او الحديد دبابيس الحديد عن الرمل. دي طريقه المغناطيسيه. كده ناخد ملخص للدرس. اول شيء عرفنا وش معناه المخلوط. المخلوط هو مادتين او اكثر ممتزجتين معا، ده مفهوم المخلوط. بعد كده المحلول، مخلوط مكون من مادتين او اكثر ممتزجتين امتزاجا تاما. في النهايه عرفنا كيف نفصل المخاليط.
طبعا في الصوره دي كمان صوره ترسيب، لان الهواء مع حبات الغبار يترسب الغبار والهواء اقل كثافه ما يترسب. بعد كده اخر شيء ازاي افصل المحلول. في عندي طريقتين لفصل المحلول، اما التبخير او التقطير. وايش معناه التبخير؟ ان انا اجيب المحلول اللي عندي واسخن على النار، مع التسخين يبدا يتبخر السائل اللي هو الماء. طب مين اللي يتبقى؟ هيتبقى الملح فقط. يبقى دي طريقه التبخير، يبقى لازم اسخن على لهب عشان يتبخر الماء او السائل ويتبقى الماده الصلبه اللي هي الملح او غيره. بعد كده في طريقه اسمها طريقه التقطير، بتستخدم لفصل المحاليل. وايش معناه التقطير؟ ان انا اسخن المحلول حتى يتحول السائل الى غاز ويتبقى الماده الصلبه. خلي بالك ايضا طريقه التقطير تستخدم في فصل سائلين معا. سائلين معا يعني ممكن يكون ماء وزيت سخن على النار، دي اسمها طريقه التقطير. التبخير يكون في مواد صلبه معاه. كده يبقى انتهينا من الدرس. في بس عندنا الواجب، هتروح لصفحه 72 هتحل صفحه 72 رقم 1 و4 و5. شكرا، جزاكم الله خيرا.